داخل المواطن الأردني ما بيستطيع يدرس أولاده في الجامعات الحكومية، فما بالك الجامعات الخاصة. الجامعات الخاصة تكلفتها باهظة جدا جدا، لا يقدروا عليها إلا الناس اللي عندهم أولياء أمور بتشتغل في الخليج أو في أمريكا أو في مناطق ثانية. هم اللي بيدرسوا في الجامعات، ما في جامعة الزيتون، جامعة الإسراء، بنشوف الطلاب فيها إلى آبائهم مليار ما هو مصاري وعندهم أموال، لكن المواطن الأردني اللي عايش في الأردن وعايش على راتب حكومة أو راتب من مؤسسة خاصة لا يستطيع يدرس أولاده حتى في الجامعة الحكومية البعيدة زي مؤتي وآل البيت، ما بيستطيع. لا، لأنه الدخل قليل والجامعات كثير، يعني الساعات اللي بدك تيجي تحسب على ساعة بستين وبتسعين دينار بالساعة، يعني هذا بالفصل كل أربع شهور، كل فصل احسب لما بده يحط 15 ساعة بده يجي حوالي 1200 دينار مع الرسوم التسجيل. طب وهذا أبوه يعني لما يكون راتبه 400 و500 أصلا هو بوفر من الراتب حتى يجي يحط ساعات جامعة. عملت دراسة للبنات، عندي سبع بنات أنا، ما شاء الله. لا واحدة ولا تنتين، سبعة، كل واحدة بتلحق الثانية، قاعدة واحدة بتسلم واحدة، وبتداين قاعد مشان أكمل خليهم يكملوا تعليمهم لأنهم شطرات بالمدارس أصلا، متفوقات يعني، مش إنه بخليهم يكملوا يعني إنه على الحفة ولا على، لا بدرجة ممتازة كمان، وبتحداك وهي الشهادات موجودات. لكن شو نسوي؟ إنه في طلاب بيعانوا من الأقساط، إنه اللي دخلهم ما بيكون غالي، فبيكون بالنسبة لهم الأقساط غالي. في شاب عندي درس صيدلة في جامعة الزيتونة كلفنا حوالي 20,000 وراتب 300 ليرة تقاعد، شو تسوي؟ وبعنا دلمرض حتى قدرنا ندرسه. لا بالمره مش مناسب يعني، أكيد خاصة إن في طلاب جدا بتغلبوا، يعني شايف كيف؟ يعني بده يشتغل له شغلة شغلتين ويلا يلا يلحق مصاريفه اليومية يعني، فما بالك قص جامعة واللي يعني الأسعار طبعا شاكين مع مساعدة الأهل والشغل، الوضع بالمرة يعني سيء جدا. لا طبعا، لأنه شوف إحنا مدخل على الجامعة بيكون ساعات إذا كان موازي غير عن كان إذا كان تنافس، وإذا كان تنافس ممكن إنه يكون السعر تبع الجامعة يعني غالية، وطبعا إذا كانت جامعة خاصة بيكون برضو غالي، فالطالب بده يشتغل وإذا كان أهله ما بيساعدوه بده يحط عليه مصاريف وأقساط، وبالنهاية لما يجي يتخرج أنا آخر فترة رحت جبت شهادتي دفعت فوق 100 دينار براءة ذمة وراء وطوابع، وإني ما اشتغلت الآن يعني، حتى بعد ما يتخرج من الجامعة والأقساط اللي عليه بده يرجع يدفع، حتى لو طلع له منحة أو قرض من الجامعة بده يرد يدفع القرض اللي عليه، يعني مش يعني على الفاضي، يعني هو بس بيسلك أموره لفترة وراح يرجع يدفع اللي عليه.